ماما ما فكرت بنوب مثل عايدة. البابا مو معقول يتركنا، على القليلة ما حيتركنا بهالطريقة الغريبة. أنا والله لحظة صدقت، طول الوقت عم استنى ورح ضل ناطرته وما رح ييأس أبدا. حتى بتعرفي شو؟ لما البابا رح يجي وشوفه قدامي رح اركض لعنده دغري ورح ضمه بقوة ورح قله كنت بعرف انك عايش، ورح صرخ وابكي واحكي كل اللي صار. يا ريت يصير معنا مثل ما بيصير بالافلام، البابا يطلع بمحل فاقد الذاكرة ومو متذكر ابدا ومو متذكر وين عيلته. ماما قديش رح نكون مبسوطين إذا صار هيك؟ لو شي مرة تصير معنا معجزة وننبسط كل عمرنا. عم ادعي إنه يتحقق هالحلم. كمان أنا. صدقيني رح يجي، متأكدة بأنه راجع. عاصم يا روحي انت، يا سبعي وضو عيوني. يلا ابني تعال شوف، خلينا نتكاسر ونعرف مين الأقوى. لك يلا شو خايف تخسر؟ طيب شو الشرط؟ لك والله عندك حق، رح نتكاسر على شرط. قصدك رح تغلبني يعني؟ لازم تعرف انها مو شغلة سهلة. بالأول قلي شو بدك لحتى حدد الشرط. يلا احكي، ليش ساكت ابني؟ حتى أغلبك بقول. طيب مو مشكلة مثل ما بدك. واحد، اثنين، ثلاثة. أويان ولا عاصم؟ طلع فيني، يلي صار بيننا هلأ خليه سر. بابا اللي صار بيناتنا سر؟ إيه صحيح، أنت قدرت تكسرني، اللي الشرط اللي بدك إياه. البابا جنبي عطول. يا سبي انت، البابا عطول رح يبقى جنبك. خير ان شاء الله، الواحد لما بيشوف كل هالهدوء بيغيب على قلبه. استغفر الله رب العالمين. صباح الخير خالتي. صباح الخير يا بنتي، صباح الخير. صار لفترة هالغيوم السوداء عم بتحوم فوقنا وحوالينا، إن شاء الله اليوم بيكون حاملنا معه الخير. الغيوم السودا صارت فوقنا من يوم ما اجت الست فتون وولادها على هالبيت، بس انتي ما بدك تشوفي الحقيقة. وحضرت امبارح شرفت ولا سألي، على أساس صدقت إنه لنصاص الليالي عم تشتغل بالورد. خالتي هالمرة مو قليلة، دخلت أخي بعقلها، يعني خلص حطت تحتها، حتى بنتها شافتهم سوا وما تحملت وانفجرت بالأخير. نارين، بس شي يوم كوني رايقة وخلينا نفطر بلا مشاكل. بتنامي على سيرة فتون وبتفيقي على سيرتها. وجعتي لي راسي نسيها. تركتك نايم لأنك شربت كتير مبارح. ما ارتحت طول الليل كوابيس، حاسس كأنه في جوا راسي راس تاني.
قلي شو صار، نسيان كل شيء؟ بالرجعة شافتنا هديك. مين؟ فتون؟ بقينا معك لحتى غفيت. هالحكي معناته أنا شرشحت؟ أنا حكيت شيء أو خبصت؟ مثل شو خالي؟ يعني أنت حكيت كتير شغلات بس أنا ما فهمت. قوم ابني، شو اليوم ما عندك مدرسة؟ ما تأخرت؟ ما صار وقت الدوام. بعدين أنت لساتك تعبان، خليني أبقى. لا أنا منيح، يلا لا تحجج فيني حتى تغيب. شبك عم تضحك؟ دخلت لأني قمت بسرعة. يلا روح. يلا رايح. بدي لك حبيتك، لو مستحيل، لو ما بيصير أنا حبيتك وخلاص. أوف شو سويت يا فرات. أوف اسمعي، بدي أحكي لك هالحكاية. كان يا ما كان بقديم الزمان اثنين درويش، بيوم راحوا على ضفة النهر، اطلعوا شافوا مرة واقفة هنيك لحالها، حلوة وناعمة وشعرها أشقر، صفنانة كيف بدها تقطع؟ قال واحد من الدرويش خلينا نساعد هالمرة لتقطع على الطرف الثاني. الدرويش الثاني قال له نحن ما منمد إيدنا على النسوان. الأول ما رد قال للمرة طلعي على ظهري، وقطعها على الطرف الثاني، والمرة شكرته وقالت له كلام حلو وكملت طريقة. إيه خلينا نرجع للدرويش الثاني، حكى على المخلوقة وما خلى. طول الطريق وكل الوقت عم يحكي عليها هيك لحتى وصلوا على الضيعة اللي قاصدينها، والتاني لا زاق ولا استحى. قام قال الدرويش يلي وصل المرة، شبك أنا نزلتها للمرة عن ظهري من يوم كامل بليله ونهاره، أنت ليش لسه حاملها على ظهرك؟ معقولة ما تعبت؟ نزلها وريح حالك. نارين نزلي هالمرة عن ظهرك لحتى ترتاحي. يا بنتي شو استفدتي إلا الوجع وتعب البال؟ معقول ما تعبتي؟ ايه مزبوط حكيك خالتي، الناس رح يحكوا علينا لأنه هالمرة عم ترجع بنص الليل. مبارح أنا حكيت معه وفهمتها. بعرف إنك حكيتيها وكم مرة صرت منبهتيها، هالمرة ما عم تزوق وحتضل تساوي هيك. السلطانة نارين أخذت الصينية وحطتها، خلصت وراحت تقعد على السفرة. استني علي شوفي شو بدي ساوي. روقينا هلأ وزوقي، يلا لشوف. قلت لك استني علي. الله يسعده لهالصباح. الله يوفقك يا بنتي ويخلي لنا ياكي. عدنان لسه ما فاق لهلأ؟ عدنان نام برات البيت أصلاً. نام برات البيت؟ وين بده يكون راح الولد؟ الله يخليكي، يعني هالقصة بدها سؤال، وين بده يكون راح غير لعند هديك المرأة؟ حرمه المستقبلية قصدي. شو عم تقولي؟ شو لزوم هالحكي هلأ؟ أنا عم بكذب شي؟ مو جابة قدامك لي قاعدة هون؟ إنه هالمرأة تصير كنتي هالشي مستحيل. تسنيم قومي وقفي معي بالمطبخ خلينا نخلص. أمينة بعتذر منك، خلي نارين تساعدك، ولا أنتو نسيانين إني بروحين هلأ؟ ممغوصة ومو خارج ساوي شي. طمني دكتور، هلأ صارت منيحة؟ ايه منيحة. كيف حاسي حالك نبال خانو؟ أحسن يسلم. لازم تنتبهي بعد هلأ، ومرة تانية لا تساوي هيك بحالك. شوفي أمي. عدنان أنت وينك يا ابني؟ شغل بالنا عليك. نحن بعد شوي جايين على القصر، انطريني لحتى إجي بحكي لك. أنت ومين رح تجي؟ خلصيني هلأ بتعرفي، بس نجي. تقدري تقومي لحالك؟ الله يوفقك، لا تاخذني لعندك. نبال ما بتشوفي هداك البيت إلا لتولدي أو لتموتي. عائشة هلأ وينها؟ شو بيعرفني؟ رضا مر أغا. البنت وينها؟ أي بنت؟ لك أختها لنبال. آه امبارح المساء طلعت من الباب، ما بعرف وين راحت. إيه يلا طلع جهز السيارة مشان نمشي. إيه أغا أمرك. تمام، أنت لا تشغلي بالك، الشغلة واضحة، هي ما بدها تشوف بلال لهيك راحت على البيت، أكيد هاي هي القصة. خلاص أنا راح لاقيها، لا تتضايقي. ها
هلا منشوف قديش بلال رح ينصدم، بس يلا بتمرق مو مشكلة. ها دكتور، هالشغلة بدها تبقى بيناتنا. ايه طبعا، ما رح انسى وقفتك معنا بهالظروف الصعبة. الله يرزقك ويسر امورك، بكرة رح اجي لحاسبك. يلا صباح الخير. صباح النور ماما. بلاقيكي مالك مجهزة حالك؟ ايه ما بدي جهز حالي، انا ما بدي روح على المدرسة. هالحكي شو معناته من على بكرة الصبح؟ من اليوم انا وحدة تانية، خلص ما رح اعمل اي شيء انتي بدك اياه. قومي بقوم عادي، هي قعدت. اذا انتي نسيتي جوزك انا ما نسيته للبابا. لك لا تحكي حكي بدون معنى، هالكلام الماما ما بتستاهله. خدي بلكي هالصور بتذكرك فيه. شو ما رح تبطلي تصرفاتك هي؟ بطلها هلا امي فورا بهي اللحظة. بس بدك تعترفي لي انك مو حاسة بشي خاص تجاه فرات افندي، ولا هو كمان حاسس بشي تجاهك. بس بدي ذكرك ماما، نحن اتفقنا مع بعض نقول الحقيقة، لهيك يا ريت ما تخبي علي. وهلا قولي لي ماما، قولي انك مو حاسة بشي. عايدة انت زودتيها كتير، فرات بشو بحس وشو بفكر ما بعرف، أكيد ما بتقدري توقفي أحاسيس أي زلمة. بس أكيد فيك تخليها ما تكبر، بتفهمي إنك رافضة، وإذا مد إيده مو ضروري تمسكيها، وبتثبتي له إنه ما نسيتي ذكرياتك. وقتها بفهم شو هو السبب الحقيقي اللي خلانا قاعدين بهالقصر. لا تتضايقي وتحطي بقلبك أرجوكي. ببال رح لاقيك لو بضل بعمر يوم، ولو رحتي على جهنم الحمرا لاحقك. اهلين يا اغا. وينك انت؟ بالمعمل. بتأمرني بشي؟ ليك بتتذكر البيت اللي اخذت عليه الاغراض؟ ايه اغا بتذكره. روح فورا لهنيك. اختك شو كان اسمها؟ عائشة. هنيك بالبيت في بنت اسمها عائشة، جيبها وتعا انت وياها على القصر. تعرف وين القصر تبعنا ما هيك؟ مو مشكلة بسأل عليه. ايه لا تتأخر. خلصينا بقى، حاجة تبكي، هي اختك رح تجي لعندك. اخي عدنان قال لك بعد شوي رح نجي؟ مع مين قصده يا ترى؟ مين رح يكون يعني؟ الوسخة ام الصبي وبتشوفوا هلا. ولك تسنيم. نعم مرت عمي، جيب لك دواكي ولا كاسة مي، شو بتحبي أعمل؟ لا ما بدي شي، سدي حلقك بس. فتون طلعت من البيت؟ ايه أمي طلعت. برافو عليها هالعايدة، والله جرأتها بتعجبني مع أنها قليلة أدب. الظاهر هي اللي ممكن تحط حد للحب بين فرات وفتون. كتير كبرت بعيني والله، عندها هيك أم الله يكون بعونها. يعني بس عايدة اللي الله يكون بعونها؟ شبك نارين؟ شي مو موجود ما تعملي قصة، شلتي هم حكي الناس وانتي عم بطلعي الحكي، والله ما بيجوز. برأيي في شي. تسنيم ليش لسانك ما بيفوت لحلقك؟ أصلاً أنا ما بحق لي فوت بأحاديثكم. صباح الخير. أهلا وسهلا يا روحي. صباح الخير، شلون صار خالك؟ تحسن؟ ايه تحسن، صح صح وقام على شغله. أكيد إجيت بلا ما تفطر، عاد كلك لقمتين. والله حأتأخر على الدوام، يا دوب لحق الحصة. من عيونك مبين عشقان الدراسة. الله يرضى على البنت اللي غيرته. شفتي شلون خجل وأحمر خدوده؟ عايدة! عايدة ممكن توقفي شوي مشان نحكي؟ نعم شو بدك؟ مو رح نضل مع بعض؟ نساند بعضنا وما نضعف؟
تمام، فينا هيك نكون، بس انت بعدي عن العنفرات فورا ولا تخليه حتى يحكي معك. كل هالشي لحتى تأكدي شكوكك الفاضية؟ لا، هالشكوك ما أنا فاضية. اختاري اللي بدك يا أمي، يا هو يا بنتك. عايدة انت كتير زودتيه على فكرة، انت حرة. رح حاول حل الموضوع أنا. تمام مايا، يلا حياتي لا تتأخري. رح روح. أنا بعرف هي اللي رح تشرف. يا ريت كل القاعدين يسمعوا الكلام اللي رح أحكيه. ليكو هالمرة حاملة ابن الأغا ببطنه وما قدرت هالشي، كانت رح تقتل حالها وتقتل ابني معها. أنا أخذت على بيتها بس من شان سكتكن ولحتى ما تنزعجوا أكتر. إيه بس إلا شوي كان رح يموت ابني. رح قلك شي، إذا قلتي لا يا أمي وإذا قلتي لي خدها من هون أنا ساعتها رح نفذ هالشي، بس رح أسبقها. أنا من سنين طويلة ومن يوم يومي متمني الولد، ولد يشيل اسمي. وخان القدر وما شفته. يلا ابني خلينا نفوت. بدي اسمع. لكان بدك تترك القصر يا عدنان، يلي بيترك بيته ما بيضل رجال، فهمت؟ مزبوط يا امي، معك كل الحق، بس يا ريت تفهموني، انا ما طلبت شي كتير. ربيت الولد يلي ما كان من صلبي، بس بعد كل هالسنين نكرني وما اعتبرني. لكن هالمرة ما رح يصير نفس الشي، هاي المرة رح تجيب ابني ورح تبقى قاعدة هون معززة مكرمة. إذا حدا منكم ضايق لي إياها يا ويلو مني. الشي اللي بدي إياه هو اللي رح يصير، وما حدا رح يعاندني أو يوقف بوشي. سمعتوا كلامي ولا لا؟ ايه سمعت. لا تجري معي. رح تتعذب كتير لأنه هالولد بالحرام. ملاك خدي نبال على غرفتها. يلا يا أغا، أختي شو بده يصير فيها؟ تمام حاجة ناء، مو قلت لك رح جيبها؟ يلا هلا فوت ارتاح شوي. مرحبا. مرحبا. الله يخليكي ما تواخذيني مشان مبارح. أنا بالعادة ما بشرب هالقد، كاسة أو كاسين بالكتير، ما بعرف شلون صار هيك. أنا سويت شي زعلك مني؟
لا ابنوب. إن شاء الله أنا ما قلت شيء ممكن يزعجك. والله مبين خبصت بالحكي. لا تواخذيني إن كنت مو واعي أنا على تصرفاتي. السكران ما علي حرج مثل المجنون. تذاكر اللي شفتهم مشان تسافر لعند بنتك؟ لا مشان أهرب منك. تاكلي شي؟ لا شكرا مو قدران. انتي وعدنان منين بتعرفوا بعضكم؟ كنت اشتغل عنده. انتي في عندك اخت كمان؟ ايه في. انا اسمي ملك. إذا احتجتي لشيء قولي لي إلي. شكرا إليك. شو ما بدك تقولي شيء؟ أنا بالحقيقة صار لي فترة طويلة ما عم بعرف كيف لازم أتصرف. شفت التذاكر الموجودين عندي. لو الدنيا انهدت وما حكيت لك هالشي كان أحسن. أنا شو لازم أعمل فرات؟ مع كل شي عملوا فيني مراد والأمور اللي عرفتها عن ماضي، معقول ما سامحه إنه بحبه كل هالحب وقلبي متعلق فيه وما نسيته أبداً؟ قالوا إنه غرق بس أنا ولا يوم فقدت الأمل برجوعه. أنا واثق هالشي واضح. انت عم بتواجه عدنان وعم بتواجه الكل. القدر واجهتيه رغم قسوته. انا وقفت معك وحبيتك لاني حبيتك. لازم لوم حالي؟ شوفي الحياة. انا فرات حبيت مرته لمراد. مفكرة هالموضوع سهل؟ قلت ما بيصير وهذا ذنب. عيب علي اعمل هيك. قلت لحالي هاي المرة لجئت لك لتوقف معها هي وولادها. وقلت مو معقول تساوي هيك يا فرات. بس ما قدرت خبي. حاولت كتير فتون. حاولت وفشلت. أمي أنا قلت كل اللي عندي. نبال رح تضل عنا، ما رح تتحرك لتولد. منشوف شو منعمل ساعتها. هذا اللي قررته. خير يا روحي؟ شوفي ليش هيك لونك مصفر ومخطوف؟ عمي عدنان هي المرة تبعيته؟ هي تبعيته مزبوط. جاب عمك وقال إنها حامل. قال حاولت تقتل حالها لهيك عمك مسكها وجابها لهون على القصر. أختي مريضة. إذا ما معكم مصاري لا تاكلوا هم.
المصاري مو موجودة، هي مشكلة مو سهلة بنو. خدي. بلال؟ عمي ضروري نحكي. أنا هلأ طلعت من القصر. ماشي، لكن ناطرك. عائشة! 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 شو بدنا نحكي؟ بدي يكون الكلام بيننا. زيل انت. عدنان بواجهه، نارين والباقيين ما بيهموني كتير، بس انت انا ما بقدر ساوي هيك لا فيك ولا بحالي. يا ريت تسامحني لاني مستحيل اقدر حبك ومراد عايش فيي. بصراحة ما بعرف كيف ممكن كافيك على اللي عملته معي. هلأ شو ممكن ساوي ما بعرف بنوب. إذا قلت لي بعدي عني ببعد، ولو قلت لي لا تورجيني وشك ما مشكلة، بس لا يخطر على بالك تتأمل شي مني. فتون، هذا المفروض يصير مو شي غيره. ما عندي شي أقوله ولا عندي شي أعمله أبداً. وقت بخلص هالشغل مسافر. إذا أنت رحت هلأ رح تاخد معك رفيقي الوفي وصديقي. لا تسافر، أرجوك لا تسافر. قول
قول يلي بدك تقوله. هي الست ليش جبتها على القصر؟ انت اللي قاهرك اكتر شي ان اختها لعائشة، مو هيك؟ ولا انا غلطان؟ ولا شو؟ اذا ما بتعرف خليني اقلك، الحلوة اللي جبتها على المشفى وكنت داير فيها ساعتها نيبال بتكون اختها. معناتها كنت بتعرف ما دام ما تفاجأت ولا شوي. نيبال قالت لي انه ما لمستها. شو مزبوط؟ وانت مصدق؟ بلال لك انا بورجيك يا بلال افندي، انا رح ورجيك الحقارة. لك حرقتني يا ولد، والله انت مستقصد تحرق لي قلبي. اخ يا عدنان اخ، معقول شلون ما فكرت بهالشي ابدا؟ قديشك واحد جحش انت. طوقي اغا مرحبا، البنت مو هون. كيف يعني مو هنيك البنت؟ كسر الباب خلصني، ادخل لجوا وجيبها يلا. ما في حدا يا اغا، فتت دورت بالبيت. يا قاسم لازم نلاقيها، كيف رح تختفي قد رجلي؟ على كل حال انت رجع على المعمل هلا. ايه بتأمر. شو مفكرة إذا وطيتي راسك وحطيتي عيونك بالأرض هيك رح تنحل المشكلة اللي وقعت على راسنا كلياتنا؟ أنت لما خبصتي وغلطتي هالغلطة ما عرفتي شو اللي ممكن يصيبك؟ الظاهر إنه ما فكرتي، أو يمكن وقتها ما استحيتي. بس هلأ لازم تفكري مزبوط، كيف هيك عملتي بحالك وخليتينا نشيل مسؤولية اللي صار؟ لك ليش؟ نحن هلأ شو بدنا نعمل؟ كيف رح نطلع بعيون الناس لما تحكي؟ كيف رح تطلعي بلا خجل؟ أهلك المساكين كيف رح يتحملوا هالشي؟ ما نكون حاسين بالجرح اللي انفتح بقلوبنا كلياتنا، لا أنت ولا عدنان، ما هيك؟ أنا كيف رح أتصرف هلأ؟ قولي إذا بتعرفي أنا شو لازم ساوي هلأ كأم. أمسكك من إيدك وأرميكي برا؟ ما بقدر أعمل هيك. حتى لو أنه كنتي مذنبة، اللي جاي شو ذنبه باللي ساويتوه؟ كيف لازم أتصرف وشو ساوي؟ أنا ما عندي لا أب ولا أم، لهيك إجت على راسي هالبلوة. هنن اتنين ماتوا وتركونا لحالنا، أنا وأختي ما قلنا غير الله. شو ساوي؟ خلي أختي تقعد هيك بلا دراسة مشان تحتاج الناس مثلي؟ سويت هيك مشان ما تكون مثلي ضعيفة. أنا تمنيت الموت لأخلص من الذنب، كنت بدي أخلص من هالحمل وارتاح. من كتر ما أني أسانة جبت سم وشربته، حتى أختي الوحيدة ما فكرت فيها، مع أنه ما لها غيري وكنت رح أتركها لوحدها. قلت لحالي خليني موت أحسن ما عايشة تعيسة، خليها بلا أخت أحسن لها. شربت السم وما متت، أنقذوني غصبا عني. قلي لي يا خانم إذا بتعرفي كيف رح أعيش مع هالذنب؟ حياتي هي ولا الموت أحسن؟ قلي لي شو أعمل؟ هلا البابا رح يصير عنده ولد؟ أنا أخوه الكبير؟ إيه أنت أخوه الكبير، ورح تلعبوا سوا. أنا رح كون أخ. أه
تسنيم حاجة تحوصي البنت فتى الراسة وداخت عدي خلصينا. عن جد تسنيم عدي بقى فتلتي لي راسي وتوترت عدي هون وخلصينا. كيف بدي اقعد فهميني نارين؟ انا ما بقي لي عقل وانتم بكل براده بتقولوا لي عدي. ما رح اقعد ولا اهدى ما دام هالواطيه بالقصر، انا ما رح اقعد هون ابدا. كانه ما ساوت شيء، كلياتنا مطايقين قعدتها عنا. لك مو مرت عمي قالت انه ما بدها اياها هون، فهموني شو اللي صار. هي كيف لها عين تفوت على هالقصر لسه؟ والله هون في كتير ناس مو مرغوب فيهم يا تسنيم، وانتم بتعرفوا كل ما عم نرفضهم عم يتعلقوا بالقصر اكثر. ليش امينه ما حكت شيء؟ هي مو مرته مثلك؟ عادي عاقلة وحاجة تصرخي فلقتينا. أنا رأيي تحكي مع أمينة وتاخدي نصيحتها. سأليها لما أجيتي لهون شو عملت وكيف قدرت تتحمل. معروف إنه هي عاقلة ورح تفيدك أكيد. لما بتسأليها رح تشفق على حالتك وتنصحك. هيك لكن يا نارين خانو، ليش لا أسأل أمينة؟ يمكن أنتي تساعديني أكتر. فتون لما خطفت جوزك كيف قدرتي تتحمل؟ احكي لنا بالله. اسمعيني منيح، لا تتدخلي بأمور أنت ما قلك فيها. شو أنت اللي رح تقرري عن الآغا وخالتي قدرية؟ طبعاً لكان معك كل الحق، حتى فيني قلك شو اللي بدهم يقرروه. وقت هي تولد بياخدوا منها الولد وبعدين بيعطوك إياه، ولا تخلص القصة أنت بتربي. إيه؟ أنت متعودة على هيك قصص، غيرك بيولد وأنت اللي بتربي. عيد اللي قلتيه؟ هي أم السلسان شو قالت؟ هي مجنونة ما تاخدي على حكيها. استنى علي أنا رح فرجيك يا عدنان آغا، رح دور للاقي لو شغلة صغيرة أدراس الدبوس عليك. هالبنت شو كان مواليدها يا ترى؟ ها شو كلمة السر؟ شو كلمة السر يا؟ لك أنا رح جن كله شقفت رقم. أهلين، ليش جاية تاخدينا؟ أنا إجيت لأنه اشتقت لبناتي وكتير محتاجة لإلهم. الأم وبنت عندهم حكي كتير بالظاهر، ليلة مبارح ما كفت للحكي. يلا أنا رح جيب جواد وارجع على البيت. عايدة لا تساوي هيك. عائشة لوين رايحة؟